بمشاركة أكثر من 50 دولة، افتتح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم التي يأتي تنظيمها سنويا للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه. بمشاركة 66 متسابقا و11 محكما من 51 دولة، انطلقت المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها 26. وخلال الجلسة الافتتاحية للمسابقة أكد وزير الأوقاف على دور مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم ووفاء وزارة الأوقاف ورعايتها لهذا الدور. تولي وزارة الأوقاف القرآن وأهل القرآن عناية خاصة، ومما ظهر اهتمامها بذلك أنها جعلت حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة شرطا أساسيا للحصول على أي فرصة في الوزارة، سواء للتعيين أم للترقي أم للسفر للخارج أم للعمل بالمساجد الكبرى أم المدارس العلمية أو القرآنية أو المشاركة في القوافل الدعوية أو الإيفاد للخارج. وتوسعت في أنشطتها، فبلغ عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 2617 مكتب. كان لمصر قصب السبق، حيث كان لبعثات مصر ولأزهر مصر في دول عالمنا الإسلامي ذلك الحضور التي كانت ولا زالت مصر العروبة والإسلام حاضرة عبر بعثاتها، فثبتت الإسلام في القلوب ودلت الناس على طريق الإسلام الصحيح. وفي كلمته أكد مفتي الجمهورية أن القرآن الكريم هو النبراس والمنهج المستقيم الذي يجب على الجميع اتباعه وتعلمه، من منطلق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن القرآن الكريم وكتاب الله تعالى وكلام الله تعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهداية للعالمين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. نحن في أشد الحاجة ومسيس الحاجة لأن نؤكد على مكارم الأخلاق وأن نتأدب بآداب القرآن الكريم وأخلاق سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هامش المسابقة التي تستمر لنحو 15 يوما تقيم وزارة الأوقاف عددا من الفعاليات العلمية والدعوية والجولات السياحية للمتسابقين. محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.